مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى اسئله للمراجعه على مدير المهام التاسك مانجر. الاسئله طبعا هتكون صح وخطا واختياري، اكمل وصل. للوصول الى مدير المهام عن طريق النقر على المفاتيح كنترول زائد شيفت زائد اسكيب، صواب ولا خطا؟ يا ريت حضراتكم تجاوبوا. تمام، سامع واحد يقول صواب، برافو. للوصول الى مدير المهام عن طريق النقر على مفاتيح كنترول زائد شيفت زائد اسكيب ولا كنترول زائد سي ولا الت زائد شيفت زائد اسكيب ولا كنترول زائد في؟ طبعا هذا السؤال حضراتكم نفس السؤال السابق ولكن بصيغه اخرى، جاي في صيغه اختياريه. طبعا الاجابه حضراتكم A، هي كنترول زائد شيفت زائد اسكيب، برافو. من وظائف مدير المهام يسمح لك بمراقبه التطبيقات والعمليات والخدمات التي تعمل على الكمبيوتر الخاص بك. طبعا دي الاجابه حضراتكم صواب. الله ينور. من وظائف مدير المهام يسمح لك بمراقبة التطبيقات والعمليات والخدمات التي تعمل على الكمبيوتر الخاص بك. دي يمكنك مدير المهام من إغلاق أو بدء أي برنامج أو إيقاف أي عملية، يوفر لك معلومات مفصلة حول أداء جهاز الكمبيوتر والعمليات التي تقوم بها المعالج ومقدار استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ونشاط الشبكة النمرة دي، وكذلك معرفة مواصفات الكمبيوتر مثل المعالج والذاكرة. طبعا دي الإجابة بتاعتها كل ما سبق. السؤال ده حضراتكم وصل. للوصول إلى مدير المهام عن طريق النقر على المفاتيح كنترول زد سي، طبعا كنترول زد سي دي نسخ يعني كوبي، اف 2 دي رينيم، كنترول زد شيفت زد اسكيب، يبقى الإجابة اللي هي دي حضراتكم كنترول زد شيفت زد اسكيب. لسه مجاوبينها من شوية. لنسخ ملف مجلد، طبعا زي ما أنتم عارفين كنترول زد سي اللي هي كوبي، لقص ملف مجلد طبعا دي كنترول زائد اكس اللي هي كت، ولصق طبعا اللي هي بيس كنترول زائد في. يبقى الاخيره ده حضرتكم لتسميه ملف او مجلد اللي هي اف 2. ده من الاسئله الجديده حضراتكم عباره عن ايه؟ وصل. ان شاء الله الاجابه تمام. السؤال ده حضراتكم اكمل. من وظائف نقط يسمح لك بمراقبه التطبيقات والعمليات والخدمات اللي تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. طبعا دي اجابتها حضراتكم مدير المهام. مدير المهام. طبعا لازم في الاجابه على هذه الاسئله نتحرى الدقه، لانك لو كتبت حرف غلط يبقى الاجابه غلط. يعني ليه مثلا لو كتبتها ب يبقى اسمها مدبر المهام يبقى الاجابه خطا. فتحروا الدقه حضراتكم في الكتابه. طبعا هتبقى في مشكله طبعا في الاسئله اللي يكون فيها الاجابه تكون كلمه عليها همزه او عليها ماده، دي طبعا تبقى مشكله، فالمفروض اكتبها بالظبط. للوصول إلى مدير المهام عن طريق النقر على مفاتيح كنترول زائد نقط زائد اسكيب، طبعا حضراتكم كنترول زائد شيفت اس اتش اي اف تي، كنترول زائد شيفت زائد اسكيب عشان أوصل إلى مدير المهام. للوصول إلى مدير المهام عن طريق كليك يمين على طبعا على شريط المهام ثم اختار من القائمة المختصرة التاسك مانجر، يبقى هنا حضراتكم شريط المهام. طبعا شريط المهام حضراتكم هو التاسك بار اللي هو الشريط اللي هو اسفل الشاشه ده. ده شرحناه في فيديو سابق بالتفصيل. لازم تفرقوا بين شريط المهام اللي هو التاسك بار والمدير المهام اللي هو التاسك مانجر. والان حضراتكم سيتم التنويه على خطا مطبعي غير مقصود في المقرر الجديد. طبعا هنا عشان اوصل لمدير المهام حضراتكم بضغط على كنترول زائد شيفت زائد اسكيب. طبعا دي جربناها حضراتكم في الفيديو السابق وشغاله تمام زي الفل، او النقر على كنترول زائد شيفت زائد ديليت. انا جربت هذه الزراير حضراتكم بالكيبورد كنترول زائد شيفت زائد ديليت لكن ما عطتنيش حاجه، فالمفروض هي حضراتكم كنترول زائد الت زائد ديليت. ده خطا مطبعي، يعني بدل شيفت هنا المفروض الت. يبقى عشان اوصل لمدير المهام حضراتكم بضغط على كنترول زائد شيفت زائد اسكيب، دي جربناها في الفيديو السابق واشتغلت معانا زي الفل. او النقر على كنترول زائد الت زائد ديليت، كنترول زائد الت زائد ديليت، الت هنا وليست شيفت.
طبعا لما اضغط كنترول زائد الت زائد ديليت هتظهر لي شاشة امان ويندوز، منها اختار التاسك مانجر. وهذه الجزئية بالذات حضراتكم سأشرحها فيديو فيما بعد. يبقى ده حضراتكم خطأ مطبعي غير مقصود، يعني بدل ما يكتب كنترول زائد الت زائد ديليت كتب كنترول زائد شيفت زائد ديليت. طبعا حضراتكم هجربها عملي دلوقتي، هضغط كنترول زائد شيفت زائد اسكيب كده تشتغل زي الفل اهو، شغلت لي التاسك مانجر اللي احنا شرحناه في الفيديو السابق. طيب كنترول زائد شيفت زائد ديليت، انا كده بضغط عليها حضراتكم ما بتعملش حاجه. ده طبعا ده خطأ مطبعي غير مقصود، وطبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين الكمال لله. طريقة أخرى لتشغيل التاسك مانجر إن أنا حضراتكم من لوحة المفاتيح أضغط على كنترول زائد ألت زائد ديليت، تظهر شاشة أمان ويندوز اللي ظاهرة قدام حضراتكم، منها أختار تاسك مانجر، هشغل لي برنامج التاسك مانجر حضراتكم ويجيب لي البرامج المفتوحة. اللي هنا برنامج الاكسل والوورد والمايكروسوفت ايدج. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.